في وطن بات يشكو من سوء التعليم لسنوات طوال، فالتجارب التعليمية المختلفة تبدو واقعا يصعب تقليده، وإن كان ذلك هو الحلم على الدوام. مدرسة ألمانية في القاهرة اعتمدت أسلوبا مستحدثا للتعليم بربط تعليم التلاميذ بما حولهم من عناصر للبيئة. We believe that music and arts. نحن نعتقد أن الرسم والموسيقى هما وسيلتان تعليميتان، هما تساعدان الأطفال على تحسين قدراتهم وحساسيتهم وإبداعهم بطريقة إيجابية، وكذلك على شخصياتهم. إضافة أن الأطفال يغدون يوما أسبوعيا في سن 5 والـ6 في الصحاري لملاحظة النباتات والحيوانات، ويجمعون أشياء ويجرون تجارب، وليس ذلك فقط بل رؤية الجمال في الصحاري خاصة المصرية. اللعب عنصر مهم للغاية في تعليم الأطفال. لا 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 احنا اول ما الأغنية بتطلع احنا بنقف بلعب واتعلم. بنلعب. بتلعبوا اكتر ولا بتعلموا اكتر؟ بنتعلم اكتر. بحب مذاكرة وبحب ما في حاجات كثيرة قوي في المدرسة. ليا ممكن نعمل حاجات بايدينا، بنمثل في المدرسه وبنعمل بيانو. نهتم بكذا عنصر في الموسيقى، مش بس الاطفال يقعدوا ويغنوا، لكن طبعا اهم حاجه ان هم يقعدوا ويغنوا كويس، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هم يتعلموا الارتام او الريتم، يعني ان هم الايقاعات، دي تاني حاجه. تالت حاجه ان احنا بنعلمهم يتخيلوا كمان، يعني انا ما بخليهمش بس يعني يسمعوا موسيقى، كمان ويتخيلوا عليها، يتخيلوا نفسهم عصافير، يتخيلوا نفسهم قطط او ورد. الرياضة والألعاب والجمباز والألعاب القتالية جزء من رفع القدرات. ولأن بلداننا صحراوية فدراسة الصحاري متاحة، كذلك فكرة نقل الغابات والقيام بزرع أشجار يزرعها الأطفال بأنفسهم، وبالتالي يواكبون البيئة ويتمتعون بها. أثناء فصول السنة بتتغير أشكال النباتات والأشجار، من تساقط الورق وإن الشجرة تبقى أخشاب يعني ناشفة أكتر، وألوانها بتتغير، الورود بتطلع في فصل الربيع، والأطفال بيتعرفوا ده عن طريق إن هم بيزرعوا الأشجار دي فعلا، والأشجار حواليهم في المكان بيشوفوها. رغم أن التجربة آتية من الخارج، إلا أن الكثير فيها يناسب ظروفنا وأوطاننا. أما الأهم فهو محاولة نقل بعض عناصر هذه التجربة إلى مراحلنا التعليمية لإصلاح وتطوير التعليم وأطفالنا الذين هم جيل المستقبل. أما المميز في التجربة فأنه يمكن عمل ذلك بتكلفة قليلة وبعناصر البيئة المحيطة. لصباح الخير، عرب محمد ترك، القاهرة.